بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة الله من خلقه أجمعين، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب البيت الحرام ينعقد هذا المجلس الأسبوعي 69 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس مدارستنا لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وآله وسلم للإمام شمس الدين أبي عبد الله بن القيم رحمه الله تعالى، المنعقد في هذا اليوم الخميس ليلة الجمعة 16 من شهر شوال 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. رجاء أن يكون لنا في مجلسنا المبارك هذا، في الليلة المباركة هذه، وفي البيت الحرام المبارك هذا، من صلاتنا وسلامنا على نبي الأمة وشفيعها وأسوتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون لنا ذخرا في المعاد وأجرا عظيما وثقلا في الميزان وصلوات مضاعفة من ربنا الكريم الرحمن جل في علاه. صلوا على خير الأنام محمد لتزول عنكم شقوة الأحزان، صلوا عليه وأكثروا ثم ابشروا بجواره في جنة الرحمن. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقف بنا الحديث ليلة الجمعة الماضية أيها الكرام في ذكر المصنف رحمه الله تعالى لسياق هديه في الصلوات صلى الله عليه وسلم. مضى الحديث عن التشهد الأخير، ألفاظه وصيغه ومعنى عباراته، ثم ما يتعلق أيضا بجلسة المصنف في التشهد وكيفيتها، وصولاً إلى ختام صفة الصلاة بفوائد يذكرها المصنف رحمه الله تعالى كذكر الأدعية المشروعة في الصلاة ومواضعها وتسليمه صلى الله عليه وسلم في ختام صلاته. وهذا هو الموضع الذي نستأنف منه لقاء الليلة، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد والعلم النافع والعمل الصالح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وأما المواضع التي كان يدعو فيها في الصلاة فسبعة مواطن. هذه فائدة، المواضع التي يشرع فيها الدعاء داخل الصلاة، حصرها المصنف رحمه الله بسبعة مواضع، وهو كقوله رحمه الله فيما سيأتينا لاحقا إن شاء الله في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في المناسك، حيث قال هناك: فقد تضمنت حجته 6 وقفات للدعاء، وعددها في الصفا وعند المروة وفي الوقوف بعرفة وفي المبيت بمزدلفة وعند الجمرة الأولى وعند الجمرة الثانية بمنى. وهذا النوع من الجمع والتقعيد لإيراد الفوائد مفيد في ضبط المسائل. الصلاة كلها دعاء، بل أصل معنى الصلاة في اللغة هو الدعاء، لكن المقصود هنا الدعاء الاصطلاحي الذي يلهج فيه العبد برفع مطالبه وحاجاته إلى ربه جل وعلا. قال: عدد المواضع في الصلاة التي يدعو فيها المصلي دعاء طلب ومسألة من الله عز وجل تأتي في 7 مواطن، وسيسردها وفيها فوائد في ثناياها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أحدها بعد تكبيرة الإحرام في محل الاستفتاح. وهذا معلوم، هذا أول المواضع، وهو دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، وهذا أول مواضع الدعاء داخل الصلاة. نعم هو استفتاح لكنه دعاء، فأنت تقول فيه اللهم وتسأله سبحانه، خصوصا في بعض صيغه التي يأتي فيها دعاء طلب.
وأنت تقول في عدد من تلك الصيغ سائلا ربك عز وجل: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فهذا دعاء، وهو أول المواضع في الصلاة بعد تكبيرة الإحرام. الثاني قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر والقنوت العارض في الصبح، إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا. دعاء الوتر الذي يأتي قبل الركوع، فإن الثابت في موضع القنوت في الوتر له موضعان، أحدهما قبل الركوع والثاني بعده، وكلاهما صحيح ثابت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجوز لمن صلى الوتر إذا أراد أن يقنت قبل الركوع، كما يجوز له أن يقنت بعد الركوع أيضا، وإن كان الثاني أشهر وأكثر ورودا في السنة، وعليه عمل أكثر المصلين أئمة ومنفردين أن يجعلوا دعاء القنوت في الوتر بعد الرفع من الركوع. لكن لو جعله قبل الركوع جاز ذلك. كيف ومتى؟ إذا فرغ من قراءة السورة بعد الفاتحة، إذا كانت سورة الإخلاص مثلا، فإذا فرغ منها ولم يكن له كفوا أحد يكبر وهو قائم الله أكبر، ولا يركع بل يشرع في الدعاء، فإذا فرغ من دعاء القنوت كبر وركع، وهذا صحيح ثابت. فإذن هو أحد مواضع الدعاء التي ثبتت في الصلاة. نعم ليس في كل صلاة، إنما هو في قنوت الركوع، في قنوت الوتر الواقع قبل الركوع في بعض الصفات، ولهذا قال قبل الركوع وبعد الفراغ من القراءة في الوتر، يعني ليس في كل صلاة. ثم عطف على ذلك فقال: والقنوت العارض في الصبح إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا. القنوت في صلاة الفجر سنة عند الشافعي رحمه الله، ولما ثبت من بعض الأدلة بفعله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي للمصنف في كلامه أنه إن فعله المصلي أحيانا وتركه أحيانا كان أقرب إلى تطبيق السنة وأوفق. فإذا قنت في الصبح لأمر عارض ليس القنوت الدائم، فكان أحد مواضعه أيضا قبل الركوع. قال المصنف بالقيد الذي ذكره: إن صح عنه ذلك فإن فيه نظرا، يشير إلى تضعيف بعض أهل العلم للحديث الوارد فيه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم. بعد الاعتدال من الركوع، من رفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا حمد أو دعاء؟ هو حمد، فكيف عده المصنف رحمه الله موضعا من مواضع الدعاء؟ لما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه في إحدى روايات صيغ الحمد بعد الرفع من الركوع، أن يقول في آخره: اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الوسخ. إذن هذا دعاء، ولصحة ثبوته بعد الحمد عد ذلك من مواضع الدعاء أيضا. نعم. قال: الثالث بعد الاعتدال من الركوع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. الرابع في ركوعه كان يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا رابع المواطن، وهو الركوع في صلب الركوع، وإن كان الركوع في ذاته ليس من مضان الدعاء في الصلاة بخلاف السجود كما سيأتي، إلا أن الذكر الوارد في الركوع الثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر منه، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. هذا ما هو؟ هذا دعاء يسأل الله المغفرة.
فعد هذا أيضا من مواضع الدعاء، بل كما قالت رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا كان يكثر أن يقول في ركوعها وسجودها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. فإذا عد هذا من مواضع الدعاء لثبوت دعائه بالمغفرة عليه الصلاة والسلام ضمن أذكار الركوع وقد تقدمت. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامس في سجوده، وفيه كان غالب دعائه. هذا الأصل في مواضع الدعاء في الصلاة أن يكون في السجود، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: فأكثر الدعاء. وجل أدعيته عليه الصلاة والسلام الواردة في الصلاة إنما هي في السجود، ولأنه دل على ذلك بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا ليس فقط من مواضع الدعاء في الصلاة، بل من أعظمها وأوسعها وأكثرها فيما تتضمنه أركان الصلاة من الدعاء أن يكون في السجود، خاصة من بين سائر أركان الصلاة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: السادس بين السجدتين. وما يقول بين السجدتين؟ اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني وارزقني وارفعني. هذه سبعة مطالب يذكرها في جلسته بين السجدتين، وهي دعاء خالص يسأل فيها العبد ربه تلك المطالب العظام. قال رحمه الله: السابع بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة ابن وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة ابن عبيد وحديث فضالة ابن عبيد، وأمر أيضا بالدعاء في السجود. أما أمره بالدعاء في السجود فقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولعل المصنف رحمه الله فاتته الجملة عند عده في السجود ضمن المواضع فاستدركها هنا. أما آخر مواضع الدعاء في الصلاة قبل السلام فهو بعد التشهد، وقبل أن ينصرف المصلي ويسلم من صلاته، وهذا موضع يفوت المصلين كثيرا. فإذا فرغ أحدهم من التحيات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما ختم ببعض الدعوات مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وسلم، وهو من المواضع التي يشرع فيها الدعاء. بل دل الحديث النبوي على ألا يفوت العبد هذا الموضع من الدعاء، وأن يكون فيه حظ له من رفع مطالبه إلى ربه. ولذلك حكمة لطيفة سيشير إليه المصنف قريبا: يا كرام، أليس من الأمور المستحبة للعبد بين يدي دعائه أن يتوسل، أن يتذلل، أن يتقرب، أن يتلطف مع ربه في الدعاء؟ وهذا متحقق في الصلاة في آخر أجزائها قبل مغادرتها. أنت قرأت القرآن واقفا، وعظمت الله راكعا، وحمدته رافعا، وعظمته وتذللت إليه ساجدا، كل تلك الأركان وقد أديتها كاملة في ركعتين أو ثلاث أو أربع، وأنت على وشك المغادرة للصلاة والخروج منها، جلست فقلت: يا رب، وسألته وطلبت حاجاتك. هذا موضع كريم يستحب للعبد أن يضع فيه مطالبه وأن يرفع فيه حوائجه إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو مناسب جدا، وفيه تتحقق الحكمة الشرعية في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: وقد علم ابن مسعود رضي الله عنه صفة التشهد، قال: ثم ليختر من المسألة ما شاء. فأمر أن هذا موضع إن يتخير العبد ما شاء من الدعاء. وأما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أشار إليه المصنف وقد أخرجه مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر الأمور الأربع: من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال.
هذا دعاء وقد أرشد إليه صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مسلم. زاد النسائي في روايته لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعدما ذكر التعوذ من هذه الأمور الأربعة قال: ثم يدعو لنفسه ما بدا له. هذا موضع دعاء بصريح الأحاديث التي دلت عليه. وأما حديث فضالة بن عبيد الذي أشار إليه المصنف فهو الآتي ذكره بعد قليل: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. أخرجه الترمذي وصححه. فالمقصود أنه جاءت روايات للحديث عن أبي هريرة وعن فضالة وعن ابن مسعود رضي الله عنهم جميعا في الإشارة إلى هذا الموضع من مواضع الدعاء في الصلاة الواقع بعد التشهد الأخير وقبل السلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه أصلا، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وأما تخصيص ذلك بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه، ولا أرشد إليه أمته، وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. لما حصر لك المصنف رحمه الله المواضع التي ثبت فيها الدعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة، نبه على خطأ شائع كان في عصره ولعله امتد أيضا بعد ولا يزال ربما إلى زماننا هذا، وهو أنه ما أن يفرغ المصلي من صلاته ويسلم إلا ويشرع في الدعاء، إما دعاء فرديا أو جماعيا، أن يدعو الإمام ويؤمن المأمومون خلفه، أو أن يدعو جميعهم بصوت واحد، أو إذا كان منفردا أيضا انشغل بالدعاء بعد الفراغ من الصلاة مباشرة. قال رحمه الله مستدركا: وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة أو المأمومين، وهو يتكلم ها هنا عن الإمام، ما أن يفرغ من صلاته حتى يشرع في الدعاء وهو بعد مستقبل القبلة، أو ربما التفت فاستقبل المأمومين فيبدأ بالدعاء قبل الأذكار. قال رحمه الله: فلم يكن ذلك من هديه أصلا صلى الله عليه وسلم، ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن. وتقدم مرارا يا كرام أن المصنف رحمه الله وهو يتحدث عن الهدي النبوي إنما يقصد ما جاءت به الأحاديث وما ثبتت به الروايات، وإن ذكر بعض الفقهاء تلك المسائل لكنه يتكلم عما يشهد له الدليل. قال: ذلك لم يرد فيه دليل صحيح ولا حسن. طيب، وماذا عن تخصيص هذا الدعاء بفريضتين من الخمس، الفجر والعصر؟ حتى هذا قال: وأما تخصيص ذلك، يعني الدعاء بعد السلام، بصلاتي الفجر والعصر فلم يفعله هو ولا أحد من خلفائه عليه الصلاة والسلام، ولا أرشد إليه أمته، قال: وإنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما. الضمير يعود إلى من؟ النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه، يعني ليس في زمن النبوة ولا في خلافة الخلفاء الراشدين. ولماذا النص على هذين الزمانين؟ أما زمن النبوة فلأنه وحي وزمن تشريع، وأما زمن الخلفاء الراشدين فلقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. قال رحمه الله: إنما هو استحسان رآه من رآه عوضا من السنة بعدهما، والله أعلم. سؤال: هل معنى ذلك أن الدعاء بعد الصلاة ممنوع؟ لا، ليس ممنوعا ولا قصد هذا، وسينبه عليه. إنما الذي نبه عليه أنه ليس من السنة أن ينشغل المصلي بعد فراغه من الصلاة بالدعاء مباشرة، إنما المشروع له بعد الفراغ من الصلاة الاشتغال بالأذكار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن كانت له حاجة
وبدا له أن يدعو، فلا حرج عليه أن يدعو وأن يسأل الله، فالدعاء لا وقت يحده، وسؤال الله عز وجل باب مفتوح في كل الأوقات. لكن جعل ذلك بعد السلام مباشرة أولا، ثم التزام ذلك بعد كل صلاة ثانيا بحيث يحل محل السنة وهي الأذكار الواردة، هذا الذي يستدعي تنبيها واستدراكا نبه عليه المصنف رحمه الله تعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيها، وهذا هو اللائق بحال المصلي، فإنه مقبل على ربه يناجيه ما دام في الصلاة، فإذا سلم منها انقطعت تلك المناجاة وزال ذلك الموقف بين يديه والقرب منه، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف عنه؟ ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي. طيب، إذا وجه هنا توجيها لطيفا، يقول: السنة جاءت بذكر الدعاء داخل الصلاة قبل الفراغ منها، بل بالحث ثم ليختر من المسألة ما شاء أو يتخير من المسألة ما شاء، وقوله: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ثم يدعو لنفسه بما بدا له. السنة جاءت بالحث على الدعاء قبل السلام، فأن يترك ما دلت السنة على الحث عليه ويستبدل بما لم تثبت به سنة، هذا ولا شك يعني أقل ما يقال عنه إنه مغادرة للتوفيق فيما يرجوه العبد من رجاء إجابة الدعاء. ولهذا قال رحمه الله: حكمة ذلك أن اللائق بحال المصلي أن يدعو في الصلاة، ولأنه أمر به عليه الصلاة والسلام وفعله، لأن المصلي مقبل على ربه ما دام في الصلاة، لكن إذا سلم وخرج من الصلاة انقطعت المناجاة وزالت عظمة الموقف بصلاته بخروجه منها، فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه والإقبال عليه ثم يسأله إذا انصرف؟ قال: ولا ريب أن عكس هذا الحال هو الأولى بالمصلي، يعني أن يسأل الله داخل الصلاة مرة أخرى. هل معنى هذا الكلام أنه إذا خرج من الصلاة فلا يجوز له أن يدعو؟ لا، ليس منعا، ولهذا سينبه عليه. نعم. قال: إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهي أن المصلي إذا فرغ. يقول: ها هنا نكتة لطيفة. كلمة نكتة ليس بالمعنى الدارج إليهم، وهي الطرفة التي يضحك منها أو تقال في المجالس يتندر بها ويستجلب بها الضحك. النكتة في كلام العلماء معناها الفائدة العلمية الدقيقة الصغيرة اللطيفة التي تحتاج إلى تأمل ودقة نظر، فيقال فيها نكتة، وجمعها نكت، ولربما ألف بعضهم بعض المصنفات بمسمى النكت، يعني الفوائد العلمية والدقائق التي يكتبها العلماء وينبهون عليها في مسائل العلم مما يدرسها أهل العلم وطلابهم. قال: إلا أنها هنا نكتة لطيفة، يريد أن يسترعي انتباهك. يقول: انتبه معي، ها هنا فائدة علمية دقيقة تحتاج إلى تأمل. نعم. قال: إلا أنها هنا نكتة لطيفة، وهي أن المصلي إذا فرغ من صلاته وذكر الله وهلله وسبحه وحمده وكبره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة، استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء، ويكون دعاؤه عقيب هذه العبادة الثانية لا لكونه دبر الصلاة، فإن كل من ذكر الله وحمده وأثنى عليه وصلى على رسوله صلى الله عليه وسلم استحب له الدعاء عقيب ذلك، كما في حديث فضالة بن عبيد: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم، هذا هو الذي نبه عليه رحمه الله. يقول: إذا فرغ من الأذكار، لأن هذا هو الثابت في السنة،
إذا فرغ من الصلاة وذكر الله وتهليله وتسبيحه وتكبيره بالأذكار المشروعة عقيب الصلاة استحب له أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ويدعو بما شاء. هل هذا التناقض؟ هو قبل قليل يقول لا لا محل للدعاء، وإذا فرغ من الصلاة لم يرد بهذا دليل ولا سنة صحيحة ولا بإسناد حسن. هذا ليس تناقضا، هو قال لك إن الاشتغال بالدعاء بعد السلام عليكم ورحمة الله مباشرة هذا خلاف السنة، لكن إذا أدى الأذكار وطبق السنة ووفق إليها انتهت عبادته. أي عبادة؟ الصلاة بأذكارها. فإذا انتهى من الصلاة بأذكارها وأراد أن يدعو، من يمنعه؟ لا أحد. لكن إذا فرغ وأراد الدعاء فليأتي بأدب الدعاء. ما أدبه؟ أن يستفتح بحمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ثم يدعو بما أحب. فإذا سيكون عندئذ هذا الدعاء مشروعا بالعبادة الثانية. أي عبادة؟ حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لكونه دبر الصلاة. فإنه لو حمد الله وأثنى عليه وعظمه وتذلل إليه وصلى على نبيه صلى الله عليه وسلم كان دعاؤه مستحبا مرجوا فيه الإجابة في أي ساعة من ليل أو نهار في أي مكان. ولو وقع بعد الصلاة كان ذلك أيضا مشروعا ولا حرج. فهذه موازنة دقيقة نبه عليها المصنف رحمه الله تعالى لبيان أن المشروع من ذلك ما أشار إليه وهو الذي دلت عليه السنة. ودليل ذلك ما أورده من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد ما شاء. ومن هنا أخذ العلماء استحباب تقديم هذه الأمور قبل الدعاء، حمد الله والثناء عليه والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من جملة آداب الدعاء. هذا ما يتعلق بمواضع الدعاء داخل الصلاة، وقد انتهى كلام المصنف فيها في هذا الفصل. وقبل الانتقال إلى الفصل الذي يليه بذكر السلام وصيغه وأحاديثه الواردة فيه، اعلموا رعاكم الله أن ما يتعلق بالدعاء في الصلاة وتلخيص ذلك أن الدعاء على نوعين، الدعاء داخل الصلاة على نوعين. النوع الأول أدعية أو دعوات جاءت الأدلة بتخصيصها واستحباب الدعاء فيها، وها هنا يدعو المصلي بما يحب ويسأل الله ما شاء، وهذا له موضعان في الصلاة وثالث مخصوص. الموضع الأول السجود، وتقدم قبل قليل دليله قوله عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء، والحديث عند مسلم رحمه الله في الصحيح. الموضع الثاني بعد التشهد الأخير وقبل السلام، وتقدم أيضا قبل قليل ومن أدعيته ثم يتخير من المسألة ما شاء، والحديث في الصحيحين. هذان الموضعان أيها المصلون يسأل فيها العبد ربه ما شاء، وهي من مواضع الدعاء داخل الصلاة، الدعاء المطلق المفتوح الذي يدعو فيه المصلي بما أحب ويسأل الله ما شاء، بل هي من المواضع التي يستحب له فيها الإطالة لو أراد أن يطيل، لأن المقام مقام دعاء، وربك يريد أن يسمعك، ويحب الله من عبده إذا دعا أن يلح في الدعاء وأن يظهر الافتقار والانكسار. فلا تعجل، وادعو الله بما يجري على لسانك وبما يكون في قلبك وبما أنت محتاج إليه، وليسمع منك ربك عز وجل كل ما تعلمت من أدب الدعاء، حمده جل جلاله والثناء عليه والتذلل بين يديه والتضرع والافتقار وعرض المسألة بأدب وعدم الاعتداء في الدعاء، مضمنا ذلك أيضا صلاتك وسلامك على نبيك صلى الله عليه وسلم. هذان موضعان، يضاف إليهما موضع ثالث هو قنوت الوتر.
فإنه أيضا من مواضع الدعاء المشروعة. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم سبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما كما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الثلاث المواضع يدعو فيها بما أحب ويسأل الله فيها ما شاء. هذا النوع الأول من أدعية الصلاة. النوع الثاني من أدعية الصلاة مواضع ورد فيها الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير تطويل أولا، وبأدعية مخصوصة فيها ثانيا، ولا يسأل فيها العبد حوائجه ومطالبه بإطلاق، بل بكلمات معدودة وجمل مأثورة. الدعاء في هذه المواضع أشبه بالأذكار المقيدة كدعاء الاستفتاح، فإنك إذا دعوت ليس موضع أن تسأل الله فيه قضاء دينك والرحمة لأمواتك وتفريج همك وزواجك ووظيفتك، لا، هذا ليس موضع دعاء، وإن كان دعاء لكنك تدعو بما ورد وتقتصر فيه على ما ثبت، فهو دعاء لكنه مخصوص ومقيد لا مطلق. هذا من أمثلة الأدعية من النوع الثاني. ومن أمثلته أيضا دعاء الركوع، وقد تقدم فإنك تقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، ولا تجعل في ركوعك دعوات كالتي تجعلها في سجودك. ومنها أيضا، ولهذا قال البخاري رحمه الله لما أورد الحديث في دعاء الركوع ترجم له بالصحيح بقوله: باب الدعاء في الركوع، فجعل هذا دعاء في الركوع وصيغته صيغة دعاء صريح. الموضع الثالث من النوع الثاني من الأدعية المقيدة الرفع من الركوع، وقد تقدم أنك تقول: ربنا ولك الحمد، إلا أن في حديث عبد الله بن أبي أوفى في آخره أن يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، كما عند مسلم في الصحيح. الموضع الرابع للأدعية المقيدة بين السجدتين، فإنك تقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه أدعية كما رأيت أدعية مقيدة، هذه أربعة وتلك ثلاثة، فالمجموع سبعة هي التي ذكرها المصنف رحمه الله، إلا أن تقسم على هذين النوعين لتفقه فقه الأدعية في الصلاة من حيث المواضع أولا والمواطن التي ثبتت فيها، ومن حيث ما يدعى به في تلك المواضع ثانيا. ويبقى هنا أيضا موضع لم يتطرق إليه المصنف رحمه الله، وليس هو مما يتبادر إليه الذهن أنه موضع دعاء، وهو الدعاء أثناء القراءة في القيام، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ما مر بآية رحمة إلا وقف عندها فسأل، ولا بآية عذاب إلا وقف عندها فتعوذ. أليس هذا دعاء؟ بلى، هذا دعاء، وليس في الركوع ولا في الرفع ولا في السجود ولا في الجلوس قبل السلام، بل هو في أثناء القيام في القراءة، وهو مما يتدبر به المصلي كلام ربه. حديث حذيفة رضي الله عنه الذي سمعت محمول عند الفقهاء على قيام الليل في صلاة النافلة، هو الذي ثبت فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله واستعاذ، وإذا مر بآية فيها فضل سأل الله من فضله. فقد اتفقوا على مشروعية هذا واستحبابه في النافلة وفي قيام الليل خاصة. طيب، وفي الفريضة هل يفعل ذلك؟ أجازه بعض العلماء بالقياس على فعله في النافلة عليه الصلاة والسلام. فهذا الموضع من الدعاء ليس مطلقا، بل هو كما سمعت يأتي مقيدا بتلك المواضع التي تقدمت الإشارة إليها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: محصل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة
ستة مواطن، ثم زاد في آخرها موضعين عقب تكبيرة الإحرام، وفيه حديث أبي هريرة: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، دعاء الاستفتاح. الثاني في الاعتدال، وفيه حديث ابن أبي أوفى الذي تقدم: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. الثالث في الركوع، وفيه حديث عائشة: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الرابع في السجود، قال: وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به. الخامس بين السجدتين: اللهم اغفر لي. السادس في التشهد، قال: وكان أيضا يدعو في القنوت وفي حال القراءة: إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ. فذكر المواضع التي نص عليها ابن القيم رحمه الله، وزاد الموضع الذي هو مع القراءة أثناء القيام. كل ذلك مما يلتمس فيه العبد الدعاء داخل الصلاة، فهي دعوة معشر المصلين إلى أن يكون لأحدنا في رفع حاجاته ودعواته من صلاته نصيب. لأن غالب أحوالنا إذا احتجنا إلى الدعاء أننا نرفع الأكف في الدعاء في أي وقت، ونحن نتخير أوقات الفضيلة كبين الأذان والإقامة مثلا، وإذا نزل المطر مثلا، أو في طواف الطائف أو المعتمر، وبعض الأزمنة الفاضلة كثلث الليل الأخير ونحو ذلك. وأنت تجد أن أحدنا إذا ألمت به حاجة واحتاج وافتقر إلى الدعاء فأتى المسجد مثلا، صلى ركعتين سنة تحية المسجد، ثم يجعل بين الأذان والإقامة فرصة يرفع فيها دعواته ويرفع يديه إلى الله ويدعو، وهذا حسن، بل هو من المواضع التي تلتمس فيها إجابة الدعاء. لكن ماذا لو جعل تلك الدعوات داخل الركعتين؟ كانت أولى به وأحرى، لأنه داخل الصلاة فهو أقرب مما لو كان خارجها. لنفطن فقط إلى تلك المواضع التي يشرع فيها الدعاء. وعادة ما يعجل المصلي سواء كان في فريضة أو نافلة، إذا فرغ من التحيات والتشهد استعجل فسلم ثم رفع يديه طويلا ودعا. ماذا لو أطلت في الجلوس في التشهد وجعلت دعواتك داخلها ثم سلمت وخرجت من صلاتك؟ إن فعل هذا فحسن، وإن فعل ذاك أيضا فحسن، لكنها التطبيق للسنة الواردة في هذا الموضع المبارك في الدعاء. نسأل الله عز وجل الكريم من واسع فضله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ثم كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. إيش يعني كذلك؟ السلام عليكم ورحمة الله، تسليمتان، الأولى عن يمينه والثانية عن يساره، أن يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله. يقول: هذا هو الهدي الثابت الذي أخرجه الأئمة المحدثون في دواوين السنة في الصحيحين وغيرهما، هذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا كان فعله الراتب، رواه عنه 15 صحابياً، وهم عبد الله بن مسعود، وسعد بن أبي وقاص، وسهل بن سعد الساعدي، ووائل بن حجر، وأبو موسى الأشعري، وحذيفة بن اليمان، وعمار بن ياسر، وعبد الله بن عمر، وجابر بن سمرة، والبراء بن عازب، وأبو مالك الأشعري، وطلق بن علي، وأوس بن أوس، وأبو رمثة، وعدي بن عميرة. هؤلاء 15 صحابياً. قال رحمه الله: كل هؤلاء ثبت عنهم واحدا واحدا الحديث الذي وصف فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم تسليمتين. إنما حشد لك ذلك ليبين لك أن ما وردت به بعض الروايات من الاقتصار على تسليمة واحدة خلاف هذا العدد الكبير، 15 صحابيا. وعند الإمام الترمذي في سننه المسمات بالجامع ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ما ذكرها المصنف في الأسماء، فيكون المجموع كم؟ 16. وزاد ابن الملقن رحمه الله في تخريج الحديث أيضا عن واثلة بن الأسقع ويعقوب بن حصين، فصار مجموع الصحابة الذين رووا حديث التسليمتين 18 صحابيا رضي الله عنهم جميعا. بغض النظر عن عدد الروايات الصحيحة من هذا العدد،
والضعيفة منها، إلا أن كثرة مخارج الحديث كما يقول المحدثون يدل على أصل عظيم في الشريعة مثل مسألتنا هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه. إيش يعني تلقاء وجهه؟ ليس يمنة ولا يسرى، إذا فرغ من التشهد قال وهو هكذا مستقبلا القبلة: السلام عليكم ورحمة الله. قال: روى هذا الحديث أو روي هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وهو عند الترمذي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم، لكن الحديث ضعيف. قال الإمام أبو حاتم: حديث منكر، هو عن عائشة موقوف، وكذلك ضعفه عدد كبير، ومنهم من يروي الحديث عن سلمة بن الأكوع ولا يصح أيضا عنه رضي الله عنه. نعم. وقد روي عنه أنه كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، لكن لم يثبت ذلك عنه من وجه صحيح. وأجود ما فيه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا وهو حديث معلول، وهو في السنن، لكنه كان في قيام الليل. طيب، إذن بين نقد الرواية عن عائشة رضي الله عنها في حديث التسليمة الواحدة: أولا أنه لا يصح سنده، ثانيا أنه حديث فيه علة كما قال، فبعض رواة الحديث أيضا لا يثبت سماعه، كزرارة ابن أوف يروي الحديث عن عائشة كما عند أحمد وأبي داود وهو لم يسمع منها رضي الله عنها، ويقول هذا أجود الروايات حديث عائشة وهو بهذا الضعف، فما بالك بغيره من الروايات في التسليمة الواحدة، هو أضعف من ذلك بكثير. والرواية عن عائشة رضي الله عنها كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. يوقظ من؟ أهل بيته. إذن أي صلاة هي؟ هي صلاة الليل في بيته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل. فإذا تعارض عندي حديث يثبت أنه كان يسلم تسليمتين مع حديث يروي أنه كان يسلم تسليمة، وهذا حديث التسليمة ضعيف ويرويه واحد أو اثنان من الصحابة، وحديث التسليمتين يرويه 15 بل 16 بل 18 صحابيا، أيهم أقوى وأرجح؟ الثاني ولا شك. حديث التسليمة الواحدة يروى في صلاة داخل بيته عليه الصلاة والسلام في قيام الليل، وحديث 15 أو أكثر يروون ما شاهدوه في الفريضة وفي النافلة في الحضر وفي السفر، فأيهم أرجح؟ الثاني ولا شك، لنثبت ما الهدي الدائم المستمر عنه صلى الله عليه وسلم. هذا لإثبات سنة يا كرام، لأن من أهل العلم من رأى أن حديث التسليمة الواحدة يمكن أن يثبت وأن يعضد بعض رواياته بعضا فتكون سنة أخرى ثابتة في التسليم، لكن المصنف رحمه الله جرى على ما جرى عليه عامة أهل العلم من نقد حديث التسليمة الواحدة. نعم. قال: والذين رووا عنه التسليمتين رووا ما شاهدوه في الفرض والنفل، على أن حديث عائشة ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها، ولم تنفي الأخرى بل سكتت عنها. إيش قالت؟ قالت: كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طيب، هل هذا صريح بين قوسين على فرض صحة حديث عائشة رضي الله عنها؟ سمعت لفظها ماذا قالت؟ كان يسلم تسليمة واحدة: السلام عليكم، يرفع بها صوته حتى يوقظنا. طيب، هل هذا صريح في أنه لا يسلم التسليمة الثانية؟ يمكن أن يفهم ذلك، لكنه ليس صريحا. لما؟ لأنه يمكن أن يقول قائل: أرادت أن التسليمة الأولى كانت بصوت مرتفع لأجل إيقاظ أهل البيت، كأنها قالت في التسليمة الأولى: يرفع صوته ليوقظنا، ثم يكمل صلاته على هديه المعتاد والإصرار أو إسماع نفسه. ولهذا قال: على أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة. لما هذا الجواب؟
لأنه يا كرام مهما أمكن حمل الروايات التي يبدو في ظاهرها التعارض، مهما أمكن حملها على التآلف والتوافق فهو أولى. فنمكن أن يقول قائل حديث عائشة رضي الله عنها أيضا فيه تسليمتان. يا أخي ما فيه تسليمتان، هي تقول يسلم تسليمة واحدة، نقول لا، قصدها أنه يرفع صوته في تسليمة واحدة لا أنه يقتصر على تسليمة واحدة. جواب قد لا يبدو في غاية الظهور لكنها محاولة يجمع بها بين حديثها وحديث 15 أو أكثر من الصحابة رضي الله عنهم. وقلت لك حمل الروايات بالجمع والتوفيق أولى من جعل بعضها يعارض بعضا ثم نضطر إلى الترجيح وقبول بعضها وترك بعضها الآخر. قال على أن حديث عائشة رضي الله عنها ليس صريحا في الاقتصار على التسليمة الواحدة، بل أخبرت أنه كان يسلم تسليمة يوقظهم بها ولم تنفي الأخرى، بل سكتت، ما قالت يسلم تسليمة ثانية بإصرار، ولا قالت لا يسلم تسليمة ثانية. فالتسليمة الثانية مسكوت عنها في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وليس سكوتها عنها مقدما على رواية من حفظها وضبطها، وهم أكثر عددا وأحاديثهم أصح، وكثير من أحاديثهم صحيحة والباقي حسان. قال أبو عمر بن عبد البر، قال أبو عمر بن عبد البر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة من حديث سعد بن أبي وقاص ومن حديث عائشة ومن حديث أنس، إلا أنها معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. نقل المصنف رحمه الله هذا النقل عن الإمام حافظ المغرب أبي عمر بن عبد البر المالكي القرطبي رحمه الله تعالى، وهو إمام محدث فقيه، فقال: المروي بالتسليمة الواحدة جاء من طريق أو من رواية سعد بن أبي وقاص وعائشة وأنس رضي الله عنهم. يقول: إلا أن الروايات الواردة في هذا الحديث في التسليمة الواحدة معلولة لا يصححها أهل العلم بالحديث. وقد تقدم نقد رواية حديث عائشة رضي الله عنها. نعم. قال: ثم ذكر علة حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة، وقال: هذا وهم وغلط، وإنما الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره. ثم ساق من طريق ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله كأني أنظر إلى صفحة خده. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سمعته؟ قال: لا. قال: فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. هذه قصة لطيفة في سياق حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. والمقصود الآن من هذا الشاهد أن حديث عائشة رضي الله عنها في التسليمة الواحدة حديث معلول وتقدمت علته، مع الجواب عنه في على فرض صحته كيف يجمع بينه وبين الأحاديث الباقية بالتسليمتين. أما حديث سعد فهو أيضا فيه علة، وعلته أن بعض طرق الحديث في رواية سعد جاءت فيه تسليمة واحدة، والطرق الأخرى وفيها من هو أوثق كابن المبارك بروايته عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن سعد عن عمرو بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسلم عن يمينه وعن يساره، وأن هذا هو الصحيح في حديث سعد. إذن فالطريق التي فيها إثبات التسليمة هو طريق معلول مخالف لما هو أصح منه. ثم ساقها هنا هذا الرواية اللطيفة التي كانت بين الإمام الزهري رحمه الله تعالى مع إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص حفيد سعد بن أبي وقاص الذي يروي الحديث. قال فيما أخرج أبو عوانة: قال: اجتمعت أنا والزهري فتذكرنا حديث التسليمة الواحدة، فقال الزهري: تسليمة واحدة؟
يعني أنكر الإمام الزهري، وهو من هو؟ يعني حتى قيل إن الإمام الزهري رحمه الله كان في زمانه أحد ستة يدور عليهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي في الدنيا كلها، فما لا يعرف هؤلاء الذين جمعوا الرواية وحفظوا واستوعبوا يكون غالبا إما ضعيف أو لا يعرف. فلما تذاكر إسماعيل بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص مع الإمام الزهري، وكانت مذاكرتهم أن يجلس بعضهم إلى بعض فيحدث كل بما معه من الرواية والحديث، قال: فتذاكرنا تسليمة واحدة. فقال الإمام الزهري: تسليمة واحدة؟ مستنكرا لها وأنه لا يعرفها رواية ثابتة. فقال إسماعيل بن محمد حفيد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال: قلت أنبأنا بن أبي إسحاق أحدث بها عليك، حدثني عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره، فذكر التسليمتين. لكن حديث التسليمة الواحدة لما قال الزهري مستنكرا قال: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل: أكل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قد سمعته؟ قال: لا. وهذا هو الحق، لا يمكن لأحد أن يدعي أنه استوعب وجمع وأوعى الأحاديث المرويات. قال: فنصفه إن لم يكن كله فالنصف؟ قال: لا. قال: طيب اجعل هذا في النصف الذي ما سمعت أنه فاتك، وها أنا أحدثك به وقد سمعته وثبت عندي بالسند الصحيح. يريد أن إثبات التسليمتين من حديث سعد ثابت وإن لم يعرفه إمام كبير كالإمام الزهري رحمه الله. نعم. قال: وأما حديث عائشة، قال: وأما حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم تسليمة واحدة فلم يرفعه أحد إلا زهير بن محمد وحده، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، رواه عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره. وزهير بن محمد ضعيف عند الجميع، كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال: عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. بعد أن بين العلة في حديث سعد رضي الله عنه في التسليمة الواحدة انتقل إلى رواية حديث عائشة رضي الله عنها، وذكر العلة أيضا تفرد زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بالتسليمة الواحدة، وأن هذا مما لا يحتج به أيضا. قال: وأما حديث أنس فلم يأتي إلا من طريق أيوب السختياني عن أنس، ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئا. سماع أيوب، الإمام أيوب السختياني رحمة الله عليه، من بعض الصحابة متعذر، وهو عند المحدثين منقطع كمثل روايته عن أنس رضي الله عنه، وهذا الحديث أيضا مما رواه عن أنس فعد منقطعا لا يتصل به سنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقد روي من مرسل الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. هذه الثلاث الأحاديث المرفوعة حديث عائشة وسعد وأنس وكلها معلولة لا يثبت بها صحيح في الرواية، ومع ذلك فمن المرسل ما يروى عن الحسن البصري رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة. والحسن رحمه الله الإمام الحسن البصري ما أدركهم ولا صلى معهم، فروايته هذه مرسلة، والمرسل من الضعيف في الرواية عند المحدثين. قال: وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة، قالوا: وهو عمل قد توارثوه كابرا عن كابر، ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارا. فغاية ما يمكن أن يستدل به القائلون بجواز التسليمة الواحدة كما قال المصنف رحمه الله تعالى الاحتجاج بعمل أهل المدينة، وهو من الأدلة التي تفرد بها المالكية في أصول فقه الإمام مالك رحمه الله، ولهذا موضع بسط لعلنا نرجئه إلى مجلس الجمعة ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى لما يتعلق من التنبيه عليه والإشارة إلى معناه في كلام المصنف رحمه الله. إنما أراد أن يقول
إنه إن ضعفت الروايات المرفوعة بالحديث بالتسريمة الواحدة فيبقى من الأدلة الاستدلال بعمل أهل المدينة، وهو أيضا مما لا يسلم به، لأنه إنما يحتج بعمل أهل المدينة فيما ثبت به العمل زمن النبوة أو زمن الخلافة الراشدة، وما كان دون ذلك فليس مما يدخل في الاستدلال بهذا الأصل الذي عد من أصول الفقه التي تبنى عليها مسائله، ولنا معها مجلس وتتمة ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى، وما يزال في جمعتكم ليلتها ويومها غدا متسع للاستكثار من الصلاة والسلام على إمام الهدى وسيد الورى، من جلسنا نتدارس هديه عليه الصلاة والسلام ونتعلم سنته ونستدل دربه في عبادتنا وطريقنا إلى ربنا جل وعلا، حمل الأمانة والرسالة والهدى، ما ظل صاحبنا الحبيب وما غوى، صلى عليك الله يا بدر الورى وعليك صلى الله ما نجم هوى، فأكثروا من صلاتكم وسلامكم على إمامكم ونبيكم وشفيعكم يوم القيامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء الظفر بمضاعفة الصلوات عشر من ربنا الكريم، وقد وعد عليه الصلاة والسلام قال: فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يا رب فصلي وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين أبدا، صلي يا ربي وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون وعدد ما غفل عن الصلاة عليه الغافلون، واجعلنا إلهي بكثرة الصلاة والسلام عليه من أصدق أمته له حبا ومن أكثرهم منه يوم القيامة قربا، وارزقنا يا ربي الحياة على سنته والممات على سنته، واحشرنا يوم القيامة في زمرته، وأكرمنا بشفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وارحمهم رحمة واسعة، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وعاف مبتلانا وجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل يا رب وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.